الحقيقة يعني نادي الأهلي امبارح عمل مباراة رائعة كان بيتألق فيها إمام عاشور أمام نادي فاركو. خلينا ناخد معانا على التليفون رأي واحد من نجوم كرة القدم ونجم النادي الأهلي السابق كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد، صباح الخير على حضرتك وكل سنة وأنت طيب. انت طيبة يا أميرة، صباح الخير وعيد سعيد عليكم جميعا. صباح الخير، عيد سعيد على حضرتك عيد يا رب بإذن يا الله رب. وعلى أسرتك وكل حبايبك. الله يسلمك. يعني أكيد امبارح فوز مهم للنادي الأهلي. الجولة كانت بتتلعب ضمن أو المباراة كانت بتتلعب ضمن الجولة ال11. فوز كان محتاجه النادي الأهلي في ظل المنافسة الشرسة أمام بيراميدز على تصدر الدوري. ده حقيقي، امبارح الأهلي عمل مباراة مش رائعة، لا يعني رائعة لبعض اللعيبة، انما الاهلي العشر ماتشات الجايين هيبقى في خلال شهر، توقع ان 80% فيهم مش هيبقى فيهم اداء، هيبقى فيهم مكسب ان شاء الله. بس لان الراجل حتى في المؤتمر دلوقتي هو بيتكلم هيغير كتير في خلال العشر ايام دولت، هيعمل روتيشن كتير لانه عارف عشان ضغط داخل على المباريات طبعا. بالظبط، هو داخل دلوقتي هو قفل كل الملفات، فتح ملف الدوري، هو النادي الاهلي بيشتغل كده، دخل افريقيا بيشتغل ملف افريقيا بينسى الدوري شويه، دخل كاس عالم الانديه بينسى دوري، فهو الاهلي دلوقتي قافل كل ملفاته وفتح ملف الدوري، ازاي يلم 30 بونت في العشر ماتشات اللي جايه؟ هو ده الهدف بتاع كولر. هيلعب بمين؟ هيغير كتير، هينزل لعيبه كتير، هي بس النقطه السيئه في كولر في كل الانجازات اللي عملها دي هي مودست اصراره عليه، انما بقيت كل اللعيبه امبارح عجبني احمد عبد القادر جدا، يعني من احسن الماتشات دي من فتره، اللي بينزل ينقل النادي الاهلي لقدام، عنده بس عيب صغير انه بعد ما بيعدي، لان هو من احسن اللعيبه في مصر اللي بتعدي واحد واحد في حته صغيره، اذا كان هو او زيزو في حتت كده او حسين الشحات بيغيروا اتجاهاتهم فبيرقصوا اللعيب في حته صغيره، اللعب قادر هو بس بيتاخر يلعب بالعرض او يحطها في الجول. انما من اللعيبه اللي عجبتني امبارح قوي، عجبني طبعا امام، حاجه بروفيشنال، حاجه محترمه، لعيب ذكي، لعيب بيعرف ينتج، يعني بيفرق مع النادي الاهلي. انا متوقع كده اداء النادي الاهلي هيبقى على فترات، يعني نص ساعه كويس يكسب، واعتقد ان فاركو امبارح كانت مستسلمه، هي جابت جون ويعني انا محتاج الشناوي يطلع للكوره دي اكتر من كده، يعني الشناوي لما كان حد بينفرد بيه كان اقول صعب، يا تخبط في صدره يا في رجله يا في ايده، امبارح الشناوي طلع برجله ورفع ايد واحده، مش عايز يحمله الجون، ولكن لا الشناوي اللي بتروح اتنين تلاته بتخش واحده، لا ما ينفعش، زمان كان يخش بتروح عليه 10 ما كانش حاجه بتخش، يمكن يعني ده ماتش يعني الاول دي بعض الانتقادات وجهت للشناوي في مباراة الأمس، إن زي ما حضرتك بتقول يعني مش دي الأهداف اللي كانت بتدخل في الشناوي قبل كده. وده امر طبيعي، يعني احنا بس بنذكره بنقول له خد بالك، بس ده بعد الماتشات بتفرق، خبراته ممكن تغطي الحاجات دي، الميزه ان وراه واحد بيدبدب دلوقتي وراه اسمه مصطفى شوبير، دي ميزه، الشناوي هيفضل مركز جامد قوي، مصطفى شوبير لازم ياخد، يعني انا شايف كولر بيقول هقعد مع الحراس، من غير ما تقعد ده ماتشين وده ماتش ده ماتش وده ماتشين، لازم اوعى مصطفى شوبير يبعد عن الساحه تاني 6 7 ماتشات، مش هنلاقيه تاني، يعني ربنا اداله مباراتين في نهائيين على مدار سنتين ربنا وفقه فيهم، والسنه دي كمان يعني قعد كلين شيت كتير فعنده ثقه، ما ينفعش اقعده وابعده، ولكن الشناوي طبعا جون منتخب مصر، احنا بس ما فيش جون ما بيخشش فيه جوان، غلطات ساذجه مش بتاعت الشناوي، عارف لو في اي جون تاني ولا اكن في حاجه ماشي ما بتخش، انما الشناوي لا، بس انما النادي الاهلي هيدبدب جامد ورا بيراميدز دلوقتي هيقلق، يعني بيراميدز كان بيلعب بارتحيه جامده، اريحيه بيلعبوا ويكسبوا، كان الاهلي بعيد، الاهلي اول ما بيقرب هتلاقي بيراميدز في ماتشات هتقع. الو الو، ايوه اي معاك كابتن مع حضرتك. بس المشكله في النادي الاهلي هي التغييرات الكتيره اللي هتحصل، فدي هتاثر شويه
على الاداء. فعشان كده انا بقول للنادي الاهلي ما يستناش اداء في ال 10 ماتشات يعني. انا بقول لك 80 النتيجه اكيد مهمه وتجميع نقاط الفتره اللي جايه، ولكن خليني اقف مع حضرتك عند النقطه اللي اتكلمت فيها وقلت يمكن الحاجه السيئه او الأسوأ هو مودست. امبارح لما كلنا شفنا القايمه يعني المباراه والله يعني الواحد فكررت نفسه اتكلم وقال يمكن النهارده مودست يعني يبقى مفاجاه المباراه. اصرار كولر على مودست اصرار غير طبيعي، اصرار غير مبرر. امبارح مودست بقى بيضيع مجموعه من الاهداف امام المرمى، يعني ما كانش فيه اي حاجه نقول ان هي تعوق. وبعدين الحاجه يمكن المستفزه واللافت للامر ان الراجل بيضيع اهدافه بنلاقيه مبتسم، يعني الامور طبيعيه يعني عادي، كان مبتسم امبارح يعني ضاع اكتر من فرصه وبعديها الكاميرا قطعت عليه لقينا الراجل مبتسم والامور يعني ايزي يعني ما فيش مشاكل. شفت المشاهد دي ازاي في مباراه امبارح؟ يعني هو زي ما حضرتك بتقولي اول ما قالوا التشكيل قلت بس انا ما جاليش الاحساس بتاعك ده ان هو يمكن النهارده، لان انا بقالي 7 8 ماتشات كل ماتش ينزل اقول يمكن النهارده، نقول يمكن ونتلكك له في اي كوره. ده في مره بس واحد كوره كده وجابها جول قعدنا نقول يا سلام على الباص. لا طبعا اصرار غريب، وما تقوليش ان ما عندناش فراوده، في كهرباء موجود في اي لاعب ناشئ. لو جات له 4 كور في الكور دي اللي جات لمودست وهو مش بيضحك مش فارق معاه، لا هو في سن ضحك سخريه على ازاي الكور دي بتضيع مني. على فكره هو كان لعيب كويس قوي من 5 سنين. هو كان فعلا احنا يعني السي في بتاعه، لا هو لعيب جامد، ما هو لعيب فرنسي ولعب في منتخبات الناشئين ولعب في بروسيا دورت، يعني لعيب مش قليل. بس الكلام ده من 4 5 سنين، احنا في لعيبه على ايامنا كانت بتعتزل كانت بتبقى بنفس المستوى وهي بتبطل. يعني كلنا احنا بنبطل كان بيبقى شكلنا كده ونجوم كبار، فهو الراجل بيبطل. النادي الاهلي اي حد عم حارس لو وقف راس حربه بالكور اللي بتتلعب له دي هيحطها جول، والله مش بهزر. يعني كان عندنا اوضه الكابتن حنفي ده الله يرحمه كان بيلعب احرف مننا كلنا في جيلنا. فانا بقول لا اصرار كولر مش كده يعني. الماتش خفيف، ما في ماتش خفيف ماتش تقيل مودست ما بيأديش فيه. فارجو ارجو من اداره الاهلي تتكلم مع كولر شويه، ودي مش تدخلات. ما انا ما بقى عندي كهرباء وهيرجع اسامه ابو علي وهيجيب فيرود، ما صرش على يا اخي ما لعبش فيرود. ده في كوبر بتبيع يعني. امبارح ما عجبنيش برضه رضا سليم، واضع عن الماتشات بحس ان هو مش داخل. لو فضل كده اعتقد ان هو مش هيكمل. بالذات هو ابتدى الدقيقه معانا كويسه قوي، بس حسيت ان هو امبارح مفيش لعب خالص. حسين الشحات لازم يبقى انتبه اكتر من كده، يعني يمكن الوحيدين اللي في الملعب مروان امام، الاطراف عمر كمال عجبني جدا، وطبعا مبروك لمحمد هاني، ولو ان انا ما شفتش فيه لعيب بيتجوز نص موسم. يعني لعيب لما يتجوز هاني وبعدين ركب عمر كمال، هاني لما يرجع ايه هيرجع بقى الماتش الجاي او اللي بعديه؟ اعتقد مش هيبقى ليه مكان دلوقتي. ولو هاني رجع قعد 5 6 ماتشات دي مشكلة ليه لمنتخب مصر، لما يتلم المنتخب تاني وهاني ما بيلعبش مش هيتاخد. فأنا ما أعرفش اللي خد قرار جوازه في الوقت ده، ما أعرفش، دي غريبة عليا شوية. إنما النادي الأهلي كريم امبارح فؤاد يعني ابتدت شوية مكان علي، ولو إن استحالة لازم باك ليفت أشوف. هي دي النقط اللي هقدر أكلمك فيها في النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي عايز 30 بونت ال 10 ماتشات الجاية. بلاش ناخد 28 27 يعني ممكن يبقى بونتين ثلاثة ايوه، انما مش اكتر من كده. فباذن الله ان شاء الله باذن الله. عجبني برضو امبارح الزمالك وسيراميكا ماتش حلو قوي قوي. الزمالك بيعود. لا ورب الزمالك بيعود وسيراميكا. بص على الخمس لعيبه اللاين فيرود بتاع سيراميكا امبارح، يعني صديق جولا وياسر ريان تحتيه محمد ابراهيم والقندوسي وبالحج، 5 اسامي من اللعيبه السوبر اللي في مصر. احنا عندنا مثلا 20 30 لعيب سوبر في مصر، دول من حقيقي. فالناحيه الثانيه في الزمالك لا حدش ولا حرج، عبد الله ناصر، وبعدين في ولد كده اكتشاف اسمه محمد شحاته ده رائع. ده برافو عليك يا غنيس، ده لازم يهتموا بيه، لان ده عارف انت عينه امام عاشور شويه. لو شد حيله هيبقى شبه امام شويه في اللعب.
ياخدوني ان هو منتخب مصر ان حسام حسن لازم يبص على اللعيبه اللي هي معدل الجري كويس، معدل الالتحامات كويس، معدل الباص كويس. هو محمد شحاته في الحته دي امبارح جه لوحده في نص الملعب عامل ماتش كويس، وده ميزه ان الزمالك بيرجع عشان ماتش يوم 25 مع الاهلي هيبقى ماتش حلو، هيبقى ماتش متكافئ يعني ان شاء الله. قال زي زمان ان شاء الله ان الاهلي ممكن يكسب 3-4، او زي زمان يقول لك الزمالك ممكن، لا دلوقتي الموضوع الفرق الزمالك كويسه وفرق الاهلي بتعرف تستنى مباراه ممتعه في كره القدم المصريه. ما يا رب ان شاء الله. كابتن محمد عبد الجليل انا بشكرك يا كابتن، وكل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا.